فوصلنا لمساحة من التوعية النفسية والاجتماعية كتير مهمة هلا. صحيح نيرمين، يعني كثرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأقاويل وقصة يمكن شغلت الرأي العام، اليوم رح نتطرق عليها بشكل أكثر ورح نتطرق إلى القضايا الاجتماعية يلي هي أصبحت متناول الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة الآراء في تقييم القضايا، وقد تعبر عن فئة معينة من المجتمع أو قد تكون تحت مسمى جريمة، حتى أنه لم يعد ينتظر الكل ينتظرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي يعني ما هي الإجراءات اللي رح تتخذ بحق المجرمين، كيف سنتعامل بالقضية أكثر، قضية آيات الرفاعي وغيرها من يمكن المظلومين بالمجتمع. رح نحكي أكثر ونناقش الموضوع أكثر مع الدكتورة ريهام الدروبي اختصاص علم نفس. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. شكرا للاستضافة والصباح الخير كمان للمشاهدين. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن موضوع كتير كتير صار مهم بالمجتمع السوري، عم نحكي عن حالات من العنف ويوم بعد يوم عم نشوفها على السوشيال ميديا، عم نشوف حتى الجهات المعنية كيف ممكن عم تتابع هاي الحالات. وعندنا دائما لما نحكي عن موضوع العنف جهتين، المعنف والشخص اللي عم يتقبل هذا العنف. قبل ما نفوت بهذا الموضوع خلينا نحكي عن سبب ازدياد حالات العنف برايك. تمام. العنف مثل ما حكينا موجود بشكل عام من اقدم السنين وله اسباب كثيره، ولكن هو مركز اكثر على المراه بحكم يعتبر ان حقوقك شوي ما كثير لها صلاحيه انها تمارسها بطريقه ما، لانه المجتمع يتكلم بلغة ذكورية بناء على من الأساس التنشئة الأسرية للأسف كانت مبنية على أنه نحن نغذي الفكر الذكوري الذي بيساعد أنه نحن أنه نسيطر على المرأة. فالعنف له أسباب كثيرة جدا، بس خلينا نبلش نعرف شوي العنف بشكل عام، أنه هو ليس فقط عنف جسدي، إنما هنالك أيضا عنف لفظي، عنف باجتماعي، عنف اقتصادي. من العنف النفسي الإهانة، المسبة وحتى النظرة أو العبوث هو يعتبر أيضا عنف، فنحن البسمة أحيانا لهيك بيقولوها هي بتعطي جمالية للحياة أكثر، أما العبوث يمكن يعطينا شوية عنف إنه الشخص منه كتير قبلان فينا. فأسبابها كتيرة، ولكن الأكثر بالمرأة أعتقد كانت هي الأسباب الاقتصادية، لأنه ليس لها مردود مادي لكي تستطيع أن تبني نفسها، يعني حتى تروح تقدر تبني حالة أو إذا بدها تحاول تغير شيء من وضعها وين تروح وشو اللي بده يساعدها. فلو كان القسم المادي موجود كان ذلك ساعد أنه هي تختار حياة أخرى أفضل لها بشكل عام. نعم دكتورة ريهام، خلينا نبلش قبل ما نغوص بالقضايا وبالرأي العام وبالأقاويل على السوشيال ميديا، خلينا نركز يمكن مع البنوتات الصغار كيف بينشأوا ببيت أهلهم، مين بيعطيهم هاي الثقة، كيف تبنى هاي الثقة، كيف بيقولوا أنه هاي البنت إلى سند إلى ظهر يحميها مثل ما بنقول. خلينا نحكي عن المراحل العمرية اللي لازم تتأسس البنت صح لحتى بالكبر إذا لا سمح الله تعرضت لأي موقف صغير هي تعرف تتصرف وتعرف أنه هي فيها تترك وتمشي لأنه هي ما أنا عاجزة. تمام. أول شيء دائما نحن بنقول أول بيئة بيربى فيها الطفل هي بيئة الأسرية. تمام. لذلك احيانا نحن بنحكي عن وقت عن حالات العنف الأسري لأنه بتبلش بالأسرة. الفتاة بشكل عام يعني بتنولد على أساس الرعاية الأبوية اللي هو يكون من قبل الأب والأم، والأكثر الأم لأن الأم هي الأساس كامرأة، يعني هي بتقدر تضوي لها أكثر حقوقها، تحميها، تحاول تساعدها كيف إذا تعرضت لها مع الأيام لعنف بشيء بأي نوع لفظي ولا غير لفظي أو نفسي، كيف تساعد إنها تدافع عن نفسها. لكن نحن منبلش لما بيكون عندنا الصبي له كل شيء والبنت ممنوعة من أي شيء تاني، فالتمييز الأول يعني ما بين الصبي والبنت بيبلش من البيت. إذا كانوا هنالك مساواة ما بين الطفل والفتاة فنحن بلشنا أول خطوة كتير ممتازة، يعني الطفل له حقوقه وواجباته والبنت لها حقوقها وواجباتها. لذلك يجب أن نميز ما بين أنه
الأخ يجب أن يكون سند للأخت. هذا مفهوم الرجولة. ما نحن نغذي مفهوم الرجولة على أساس السيطرة. لما منغذي مفهوم الرجولة على أساس السيطرة معناتها نحن منبلش نخلق مجتمع عنيف. وبالتالي إذا يبدأ من عند الأم هي بتبلش كيف ابنها تساعده أنه يكون هو سند للأخت والأخت تكون سند. طيب حتى لو مثلا الأب هو بيمارس أي نوع من التعنيف إن كان لفظي وإن كان جسدي إن كان اقتصادي واللي عديناه هون أول شيء، والأم تجاوزت هي القصة وربت ابنها يمكن بقيم غير، خلينا نحكي أكيد رح يضل بمخه للصبي وبمخ البنت أنه كيف الأب بيعامل الأم. يعني من هيدا المنشأ حتى لو التربية صحيحة ولكن في مشاهد قدام العين مزروعة بالذاكرة قد ايه بتأثر ولا فينا نتجاوزها كتربية؟ لا أكيد، لأنه إحنا دائما نقول بعلم النفس أول 5 سنين من حياة الطفل يكتسب جميع السلوكيات شو كانت العنيفة أو الغير عنيفة، وبالتالي فهو شايف مشاهد قدامه عم بيشوف عم يتقمص سلوكات سواء من الوالدة أو الوالد. فلذلك يجب أن يكون هنالك مقاربة ما بين الفعل والسلوك. يعني أنا لما بقول لأبني لا تكذب ما بيشوفني عم بكذب، لما بقول لأبني لا تضرب حدا ما بشوفني قاعدة عم عنف حدا تاني، أو حتى أنه أنا بدي ساعدك تكون شخص كتير مسالم وأنا كل المشاحنات الأسرية موجودة بالبيت. فإذا بينطلق كمان العلاقة الزوج والزوجة مع بعض، الامرأة يجب أن تعرف أنه إذا مفكرة حالة هي رح تحمي حالة بهي الطريقة، فبالتالي لا هي عم تساعد أنه يرجع يعني بالعكس ينخرب البيت. يعني هي بتقول أنه أنا بدي أحمي أولادي من أنه يتعنفوا أو خربان البيت، ولكن هي بالأساس عم تساعد أنه تبني مجتمع آخر، لأنه الطفل بس يكبر حيصير مجتمع أيضا. يعني شو المجتمع؟ هو طفل بيكبر سواء بنت أو فتاة تتزوج بيصير عائلة، العائلة بتكمل عائلة فبصير مجتمع كامل. فبالتالي جدا البيئة الأسرية مهمة في بناء الطفل عقليا انفعاليا عاطفيا حتى اجتماعيا. فنبدأ من هون بقى، إذا كان في عنف أسري بقى بتطلع السلوكيات الجديدة بقى لبس يكبر الرجل. لذلك بيقول أنه لما بيتزوج الزلمة بيقول بيصير قوانين وعادات معينة أنه أنت هيك لازم هيك ما بصير هيك. هدول منين جايبهم؟ من الأساس من الأسرة، من الأسرة البيت الصغير. ودائما الأقصى لما المرأة هي بتعنف المرأة، يعني هي بتعرف حالها مرت بهي الظروف ليش عم ترجع تبني هاي السلوكيات من جديد؟ صحيح، حماية للكنز. اي تمام، ترجع لبنتها. يعني دكتورة يبدو على ما بالمجتمع السوري المرأة سكتت زيادة عن اللزوم لحتى أطلقنا حملة لا تسكتي. تمام، يعني بتحسي في حالة فصام بالمجتمع؟ يعني بنقلها للبنت إنه مثلا على صعيد الاخ عيط عليها ضربها انه معلش يا اخوكي، تمام، او زوجك مثلا عيط عليها او عنفها باي طريقه مع الصيب، تمام، وهلا من الا لا تسكتي. تمام، ايمت المراه ما لازم تسكت وايمت لازم تسكت؟ تمام، هلا احيانا في ما يعني ما راح نقول انه نحن ما في مشاحنات بتصير بالبيت او بين الزوج والزوجه او بين الاصدقاء، تمام، يعني في لغه عنفيه فينا نقول، لكن في فرق ما بين العنف اللي بيكسر لك كياني كشخص، وجودي، حريتي بالتعبير، حريتي بإني أكون إنساني حقيقية، اللي بيغتصب لي حق العنف النفسي، حق يعني عفوا حق النفسي لإلي أو حق الاجتماعي أو الاقتصادي. هون أنا فيني أقول الصمت بيتحول لموت بطيء. أما لما هو لما بيكون الصمت أحيانا ببعض المواقف جميل، يعني بتعامل بعض المواقف حلو، لكن عندما يخترق هذا الجدار اللي هو أنا بكون مغتصب فيه حقي، فبالتالي يتحول هذا الصمت لجدار وموت بطيء. فبالتالي أنا هون المرأة لما بشوف حالي أنا دائما معرضة للإساءة والإهانة جميع الأوقات من الصبح للمساء، دائما حاسة حالي بنقص بقيمتي كتير قليلة، دائما معنفة بالضرب الجسدي، دائما معنفة بحرمان اقتصادي، أنا ماني قدراني أكل، ليه أنت زوجي دائما غايب على البيت وأي اللي دبري أمورك بإيدك ولا مهتم بأي شيء، لما بيكون أنه أنا ممنوع حتى أحكي، يعني أنا بدي أعبر أنه أنا موجوعة، لا ما في، أنه أنت موتي روحيا ما بيهمني، المهم أنا كحقي. السيطرة الشديدة جدا، يعني كتير حلو الزوجة تحترم الزوج، أكيد أنا ما عم أقول أنه ما لازم في احترام متبادل، هي اسمها شراكة زوجية، شراكة أخوية، كل شيء بيساعد بال يعني التكامل. لكن لما بيكون أنه ممنوع أي شيء أنت تتصرفي فيه وأنا لقلي كل الحقوق، فمعناتها أنا عم بلغي شخص قدامي مين ما كان يكون، حتى طفلي لما بدي أتعامل معه لما ما بخليه يعبر عن أي شيء أنا بنقيله كل شيء، أنا بخليه ياكل مثل ما أنا بدي، بيلبس مثل ما بدي، أي شيء كمان قمع
بدي ساعده يعبر شوي لحتى هو بس يطلع يكبر ما يطلع شخصية خانعة، إنما شخصية مش يعني إلى رأيها تشارك، شخصية ما أنا خاضعة بهذا التالي. فأنا مثل ما بقول بركز على هاي النقاط. ضروري نحن المصطلحات نعرف كلمة لا تسكتي مو معناتها أنه كل ما دق الكوز بجرة مثلا صار خلاف بسيط أنه أنا رايحة أشتكي عليك أو رايحة، لا، لما بيكون الموضوع فيه خسارة روح، الجسد يمكن يترمم ببعض المراهم بعض الأدوية، لكن الجروح النفسية بتعلم يعني، وبالتالي دائما نشوف مشاكل الطفولة بس يكبر الشخص تنعكس على السطح صح بتبين. فبالتالي أنا لما بيكون الموضوع قمعني كشخص إنساني حقيقي وكياني كإنسان أكون فعلا بالحياة موجود، كل إنسان له دور، بس اللي بده يحاول يمحي دوري فصار عنف. من هاي المبدأ لا تسكتي. نعم دكتورة ريهام، يمكن كثير من الصبايا المعنفات إن عم يتابعونا هلا بيطلعوا هيك انه انا طب وين بدي اروح بحالي؟ تمام لمين بدي الجا؟ اذا رحت عن بيت اهلي بجوز لا، يا محلى الظلم اللي انا مظلومته ببيت جوزي ولا بدي اروح عن بيت اهلي، طب وين بدها تلجا؟ كيف بدها تقول انا طالعه من البيت ما رح اسكت رح اشتكي؟ لوين بدها تتوجه؟ يعني في كثير اسئله بتخطر على بال السيده لما تتعنف، لما تكون مظلومه يمكن بتعطي فرصه اثنين ثلاثه بس بالاخير لازم تلاقي بقعه من النور، كيف بدها تتوجه؟ كيف بدها تاخذ هي الجراه وتقول خلص انا لازم ما اسكت؟ تمام، بقعه النور بدها كثير شغل، دائما الظلمه ببين يعني اساسيه بتبين بسرعه، النور بده شغل كثير ليبين اكثر. فنحن هون تعاون اكثر من فرد، ما في فرد واحد بس هي، بس اول شيء بتبلش من ارادتها، انا قادر انا بدي اغير حياتي، لما هي بتاخذ القرار هي اول بدايه المشوار. لكن لما يكون بدنا مجتمعات، وين المجتمع؟ المؤسسات التعليميه القانونيه المشافي، كلهم بدهم يتكاتفوا بايد وحده لحتى يساعدوها. يعني هي اذا بدها تطلع تنتفض من الظرف اللي هي فيه، طب وين تروح؟ مثل ما قلتي لازم هنيك يكون مراكز ايواء تساعدها مع اطفالها. يعني دائما بيقولوا لا نحن بنستقبل المراه ما بنستقبل الاولاد، طب الاولاد ما هن هي حياتها، هي اللي خلاها تصبر على زوجها او تصبر على العنف اللي هي فيه، سواء مشان ما كثير نظلم كلمه زوج، الرجل هو اخ اب ابن عم يعني اي شخص مو بس الزوج، فهو بشكل ما اللي دور الرجل يعني. فانا بدي يكون عندي مراكز تساعدني لحتى اني احتمي، ايضا مشاريع خاصه فيها قروض تساعدها ان يكون معها مردود مادي لتفتح اذا عندها طاقات كامله جواتها سواء شو ما كان نوع المهنه، تفتحها بهذا القرض وتاخذ مردود مادي يساعدها تعيش عيشه بسيطه. ايضا القانون، طب انا جوزي مثلا ما أنا قدراني أدبر لي أمور، بدي روح أنا مثلاً أرفع قضية عليه، فهو بيضل يحاول يعني موتني نفسياً، ما في قانون يساعدني بطريقة كبيرة لحتى أنه بتخلى عن كل شيء وبروح، بس المهم أني انفصل. أيضاً الصحة النفسية، الصحة النفسية في كتير عم يعملوا حملات مشان المرأة لحتى ترفع مستوى الحماية عندها بطريقة ما. فإذا كمان نحن عنا هنا أحياناً بيتهم الرجل أنه هو مضطرب نفسياً وبالتالي ده تتحمل بهذا الشيء، او انه اذا ضربها انه هو مضطرب نفسيا فبالتالي ما بيتحاسب. فاذا من كل النواحي بدنا تعاون، مو بس من المراه لحالها، لكن يبدا القرار من ذاتي، من انا؟ شو هل انا بدي بهذا الوضع بقبل كياني يكون هيك او لازم انطفت بطريقه اخرى تساعدني؟ فبالتالي لازم يكون مجتمع. وفي فكره ضروري كمان ركز عليها، ما بنقدر نتخلص من العنف او من التعب النفسي اللي بتحس فيه اذا ما غيرنا البيئه اللي هي فيه. يعني انا بشتغل عليها علاج نفسي وحملات اوكي، بس ترجع نفس البيئه صح، فبالتالي انا كاني ما سويت شيء فيجب ان يكون هناك تعاون، وبالاساس البيئه اللي انا فيها بالظرف. ما هي دكتوره لما عم نحكي لا تسكتي يعني عم نحكي احنا لازم يكون في مواجهه، لازم يكون في تغيير للبيئه ويكون في شجاعه. رح نرجع اكيد نكفي حديثنا معك، ولكن خلينا نروح لنتابع هي الماده وبنرجع. We'll be right back.
يعني يا دكتورة مثل ما تابعنا عم تكون حملات كتير كبيرة، ومثل ما ذكرنا أنه اللي فجر بالمجتمع حديثا هو قضية آيات الرفاعي، ولكن ليست هي الامرأة الوحيدة المعرضة لهذا العنف. بدي أسأل حضرتك، في نوع من أنواع إذا بدنا نقول الجسدي أو اللفظي اللي عم تتقبله السيدة بيوصل لمراحل متقدمة عم يخليها أنه تفقد حياتها؟ إذا بدنا نقول تمام السيدة اليوم، نحن بنقول لها مشان نميز اي متى تسكتي، بحاله تعرضت هي لاي نوع من انواع العنف من اي حدا يعني بخصها، كيف لازم تتعامل؟ خلينا نحكي قبل ما يعني تطلع الموضوع لبرا البيت، مع يعني عينها بعين المعنف، هي شو لازم تسوي؟ تبعده عنا، تصرخ، تعمل رده فعل نفسيه او معنف، او تعنفه يعني مثلا اي ممكن اي شيء هي تحمي حالها فيه، كيف لازم اليوم المعنفه لهذا اللي عم تتلقى العنف اللفظي او الجسدي تتعامل مع المعنف؟ تمام، هلا نحن دائما بوجودنا في شيء اسمه عنف دفاعي، هو الشخص اللي عم يتعنف بيستخدمه، يعني انا جاي حدا يخسرني حياتي او ياذيني بطريقه بشعه كثير، فانا بدي الجا لعنف دفاعي، بدي دافع عن نفسي باي شيء يساعدني انه ما انأذى جسديا. دائما بقول انه انت جسدك وطنك، يعني انت بتقرري اذا هذا العدو، ما رح نقول الزوج العدو يعني مبالغه بلاغه بشكل عام، بده يخترق وطنك او لا، عم ياذيني مين ما كان يكون، اي شخص، فانا بدي اعمل عنف دفاعي ساعد حالي ما انأذى، لانه هون في عقل، انا عندي اساليب دفاعيه بدي دافع عن حالي، اذا انا ما دافعت عن حالي بهي النقطه فانا عم اقول كاستسلام انه اوكي انا مستسلمه تني بطريقه ما، فاكيد في شيء اسمه عنف دفاعي كمرأة بدها تدافع عن حالها، لكن كمان احيانا ممكن المعنف يكون اقسى بطريقه ما، انه هو كل ما شدت يشد اكثر، تمام؟ فانا من اول مواقف المرأة بدها تاخذ او ما بتعرف حالها من اول موقف تتعرض له شو بدها تساوي؟ هذا يعني اذا كان من اول ضربه خسرها شيء باعضاء جسمها فهون بدها تروح على عائلتها، شافت الموضوع شو بدها تتصرف عائلتها، داعمه لها ولا بتقلها لا ارجعي من محل ما انت، ما بقبل ابدا بنتي انه تتفصل او تتطلق او انه ما دخلني انت، هذه عائلتك الخاصه فيكي، فاذا هون في اهل لازم يكون في داعمين لهم. مراكز ثانيه اوكي ممكن تساعد، بس ما عنا يعني ما اعتقد انا اسفه ما عنا هالمراكز المؤهله جميعا بشكل كبير كثير لحتى اذا مرأة لجأت انه اذا معنفه انه تتساعد بطريقه كبيره كثير يعني. فلذلك الحمله لا تسكتي بده يكون في فعل وليس قول، يعني هي لا تسكتي يمكن قول اوكي، ولكن اريد انا ايضا اقتران فعل، اذا لم يقترن الفعل مع القول نحن عم نحكي فقط. دكتوره خلينا كمان ننوه لنقطه، لما نقول لا تسكتي طيب اوكي ممكن مثل ما قالت ليا من شوي انه الاب والام ما يكونوا بيئه حاضنه، ولكن الا ما يكون مثلا حدا من الاخوات يساعدك، ممكن جارتك، ممكن رفيقتك، ممكن اي حدا بعيد، يعني مستحيل يكون كل المجتمع راضي انه انت تتعنفي، يعني الا ما تلاقي انت حدا بهذا المجتمع بدائرتك الصغيره او الكبيره يساعدك، ممكن رفيقه تماما يعني تمام، بس 100% في داعمين يمكن اخ او، وكثير مهم يكون من طرف العائله يعني كاخ او اب او ام، هو ليه؟ لانه بتحس بالامان الكبير. يمكن اذا لجأت لنفرض صديقه، يعني انا كثير انا بما اني بشتغل مع السيدات بعرف الاوضاع، بدأت اقعد عندها بالبيت لنفرض اوكي يوم يومين ثلاثه، وبعدين ممكن كمان تتعرض لتحرش الزوج فتخسر رفيقتها وهي، يعني في كثير قصص انا سامعتها من سيدات، يعني الموضوع ما نؤمن كثير هو مؤقت صار هذا الدعم، لكن ممكن يساعدها انه كيف تاخذ خطوات، بس بعد ما اخذنا خطوات وين الفعل بطريقه ما. بس انا مع انه مجرد ما ان روحك رح يعني تخسريها ما في شيء، كل شيء يعني بعد هاي النقطه هو ارحم من هاي النقطه، يعني انا ما بحاول باي الاساليب دافع عن نفسي ولا خلي روحي انه اخسرها، يعني هاي اذا روحي بسموها خط احمر بطريقه ما، فلهون ما نوصل لهي المراحل يجب ان يكون تعاون بطريقه ما. لذلك بقول الاساس الاسره والمجتمع وكل، فهي في ورطه اذا لم تكن به النقطه، وبالحق ذاتها اهم شيء هي، اذا كان ما عم تتعنف لجسدي في لفظي مثلا عم تتعرض له، بدها تعرف كيف تدافع عن نفسها كان باللفظي، يعني تعرف اكيد ما ترد الاهانات باهانات لانه صار نفس الشيء. كيف بدها تتعامل معه؟ اهم شيء الحوار مره ومرتين وثلاثه مع الزوج، يلجأوا لوسيط ثالث انه هذا الموضوع انه عم يتكرر، العصبيه اوكي بدك نحكي نتناقش مع بعض قدام الاولاد، لا لانه هن عم يرجعوا يخسروا ثاني مجتمع ثاني، فهي كمان بده كثير من نقاط، فنحن ما نقول بس انه اذا ضربنا معناتها تعنفنا بهي الطريقه. نعم دكتوره، يمكن يعني بسنوات القبل وهلا عم نشوف على الدراما على التلفزيون على مواقع التواصل الاجتماعي وين ما كان في شيء بيحكي
في جانب للمرأة، إن كانت مظلومة، إن كانت معنفة، إن كانت تتعرض لتحرش بالعمل من قبل يمكن بالحارة أي شيء، عم نشوف بالنهاية المصير عم يكون صعب جدا. صح. عم تتجه لمكان كتير بشع إذا ما هي ظلمت. صح. يعني المجتمع عم يظلمها، هي بتظلم حالها وعم توصل إلى مرحلة الانتحار. صح. هذا الفجور اللي ما عاد خلص هي يعني ما عاد يهمها شيء بقى غير إنه هي تطلع من هذا الجو. طبعا. خلينا نحكي بهذا المنطق وبهذا الجانب، خلينا نحكي يمكن يعني هلا من شوي كان معنا صبيه اسمها هانيا من يعني متلازمه داون عندها، وهي حصلت على جوائز كثيره وهي بتلعب تنس وبتعمل كثير اشياء. نحن بنمتلك يمكن قدرات، فينا نشتغل، فينا نكون قد حالنا، ليش في نسوان بتلاقيهم وصلوا لانه ينتحروا، في نسوان لا ناجحين؟ اوكي هذا بقول لك اول شغله، يعني هيك عم اقول تبع لا تسكتي لما بتوصل لمرحله الكبت جدا في اضطرابات نفسيه بدها تصير اكيد شكلا واحدا، لكن هي بتختار لما بتشوف ابوها مدعمه، والدتها مدعمه، المجتمع مدعمه، زوجة مدعمه، اخوها مدعمه، فبتقول انه بتعنف بقى نفسها، في كمان عنف للذات يعني، فبتختار الطريقه الاسهل وهي الانتحار. هي بتعتبر انه اسهل، انها هربت من الحياه. المواجهه بالحياه هي اصعب من من الانتحار، لانه انت بدك تعطي كل طاقاتك لتواجهي بحياه قاسيه ما سهله. فبالتالي في هربت من المجتمع بشكل عام لانه ما ساعد باي خطوه، لقت حالها الباب مسدود انتحرت، ما وين ما لجأت حست حالها مسكر البواب، لذلك اذت نفسها. السيدات الثانيات اللي هن فيهم قوه طاقه عم تتبلور، شو الاسباب؟ اسباب اما كان هنالك دعم لها سواء اسره او زوج او اخ او اي حدا، او تمردت على هذا العنف، تمردت يعني عطت طاقتها كبيرة وقالت أنا بدي أتمرد وما رح أسمح لحدا يأذيني، وحاول بكل الأساليب لتوصل. فالجانب المشرق من السيدات هو إما هذول الحالتين، يا تمردت على العنف اللي كان بده إلا أنه أنت ممنوع تكوني شخص له مكانته بالمجتمع أو إلي بلورته النقاط القوة تبعك، أو أنه كان في داعم ساعده أنه أنا معك لا تخافي. كلمة أنا معك هي جميلة جدا بالعلاج النفسي، بتقول بتعطي راحة نفسية، كلمة أنا معك مين ما كان من أي شخص كان، فهدول اثنين ساعدوا تتبلوى. أنا نذكر نقطة كتير مهمة، في مشاهير كتير مثل مثلاً أوبرا وينفري، هي معدة برامج كانت غامقة اللون جداً لهلأ يعني، فهي بصغرة تعرضت لتنمر جداً ووصمة كبيرة إنه هي من عائلة فقيرة جداً جداً، تعرضت من الأم وتعرضت من المجتمع، وهي تعرضت كمان لعنف جسدي وجنسي ونفسي يتحرش. كمان جميع الانواع العنف، ووالدتها كانت تتعرض لهذا العنف ايضا، لكن هي كيف قدرت تتبلور وتبين طاقاتها كمذيعه؟ تمردت على هذا العنف، قالت امنت بنفسها، لجأت لاساليب كثير، ساعدت حالها، بكت يمكن وتعرضت لكثير اذى، ولكن بالاخير انتفضت على هذا التمرد. فبالتالي انا يا بدي اتمرد على العنف في طاقاتي، شوف اذا عندي طاقات بلوره وساعد اتوجه لاشخاص يساعدوني بهذا اللي يتبلور الشيء اللي جواتي الحلو، يا اما انا بلجأ لطريق بسميه سهل وهو الانتحار واذى النفس، وهذا الشيء يعني بالاخير هي بتخسر نفسها، بس الاشخاص المعنفين حيبقى مثل ما هم بحياتهم ويرجعوا يكملوا حياتهم. فهي يمكن اعتقد السبب اللي بيساعد بالجانب المشرق للسيده. ما في كثير سيدات جميلات وعندهم طاقات حلوه تعرضوا بعنف اسري وكملوا لحتى يكونوا كملوا حملت راية ضد العنف الأسري. تمام، ولكن خلينا هيك شوي نحكي على المجتمع ككل والظروف يلي عم نمرق فيها. بنلاقي سيدة هي فانية حالة، إن كان بالاهتمام بذاتها، هي بس بكرسي حالة إلى الأطفال ويمكن للبيت، هي فاشلة بناحية ما ولكن ناجحة بناحية ما، ولكن بنلاقي بالمقابل سيدة تانية هي يمكن لما طلقت هي طلعت صارت أحلى، صارت تهتم بحالة أكثر، وبالمقابل في سيدة هي موازنة بين الحياة الزوجية وتربية الأطفال وشغلها وهيك ونجاحها بكفة تانية. تمام، نرجع الداعم عندما يكون في أحد ضروري فيكون داعم. أقول لك ليش داعم، يا هي ذاتها عم تدعم نفسها، عملها يمكن داعم لها، أنا في مردود مادي، في حب للشغف للعمل، فبالتالي أنا بدي أهتم بنفسي وبهتم بأطفالي وعاطفتي عم شبعها بالأطفال إذا كانت منفصلة، ويمكن لأنه كان قبل بعلاقة مع سامة مع أحد الميمة كان يكون لأنه في الشريكة،
فعلاقة سامة عم دايما يحطمها انه انت ما بيطلع معك انت كذا انت كذا انت كذا، فما كانت كثير تبلور حالها، لكن لما طلعت من هالعلاقة السامة اكتشفت حالها اكثر فبلشت تنمي امورها. الشغل الثاني الموازنة ما بين الأدوار العمل وما بين الدور الزوجي ما هو سهل أبداً. أكيد بيكون في شراكة، أكيد لما يكون مرأة مشغولة رجل بيساعدها شوي بأمور العناية مع الأطفال أو العكس، فبالتالي في داعم بهي الأمور وبدها تدريب، تدريب بشكل يعني مستمر أني أتدرب على قديش أنا فيني أتدرب ما أفصل مشاعري ما بين حياتي العملية وحياتي الزوجية. لأنه تلاقي المرأة مثلا معصبة من بيتها بترجي بتشغل قبل بالشغل، أو بالعكس بتفشل بالشغل بالتالي، أو بتكون كتير متضايقة بالشغل بتفشل قبل عيلتها، بتفش أهرى أنه هي تهمل حالها تصير تلبس كيف ما كان 100% وآخر هم حالها. اسمها هي العناية بالذات، الذات الجسدية والروحية والاجتماعية، اسمها عناية بالذات، يجب أن نكون على كافة المراحل أن نستطيع أن نعتني بأنفسنا. نعم. دكتورة خلينا قبل ما نختم هيك نوجه رسالة للسيدات، حكيتي أهم داعم قبل ما نطلب من حدا نطلب من ذاتنا، خلينا يكون الدعم الذاتي كيف فينا نفعله، كيف اليوم السيدة بمختلف مستوياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ممكن تدعم حالها؟ من مبدأ أول شغلة ما تحاول أبدا تسمع شيء يهدم لها ذاتها، يعني دائما تكون تطلع على الحالة من جوا وتقول أنا إلي دور بالحياة. لم يخلق أي إنسان على الأرض إلا له دور، من أصغر الأدوار لأكبر الأدوار هو إله دور بالحياة سلسلة. لما نحن نقول مالي قيمة بالتالي أنا عم بعطي حالي أني ما يكون إلي شخصيتي، فأول شيء ببلش من حالي أنا أني اكتشف حالي وساعد حالي. هي مو مربة منزل عم تعطي وتفني حالها، فهي إلى دور كبير جدا وهي لازم تتقدس بطريقة ما، فيجب أن تنطلق من أنه هي تدور على نقاط القوة تبعها وتكتشف وتساعد. إضافة إلى الاختيار، بتمنى يا رب يكون الاختيار جيد للشريك، جيد لحتى أنه يلامس إمكانياته قدراته، يعني هي كمان حالة دراسة اسمها اختيار الشريك. صح. فأنا بقول بتمنى من قلبي السلام الروحي لجميع السيدات، تشتغل على حالها بأنها إذا عندها طاقات حلوة تروح تفعلها، مهارات حلوة تكمل تعليم، زواج مبكر بعتذر يعني ما أنه كتير هو عنف نفسي لألا. في كيف تعلمي ببيتك يا حبيبي؟ على اليوتيوب، انه فيها تتعلم ببيتها اي شيء، كان مهنه على اليوتيوب كله صار معه موبايلات والانترنت صار مباح يعني. تمام تمام، وتدور على شيء بيلامس روحها لانه قتل الروح هو اصعب من قتل الجسد. صحيح 100%. دكتوره ريهام نحن يعني حكينا بموضوع يمكن لازم كل الوقت نضل عم نحكي فيه ونتوعى فيه من اخصائيين، وانا بدي اقول لكل سيده يمكن هي بحاجه لاي دعم، في كثير عندنا اخصائيين نفسيين فيها تتواصل معهم على الواتساب او فيها تلجأ لهم. ما تهملي حالك وتركي حالك توصلي للهاويه عندك حياتك، انت اهم من كل شيء بالحياه. نشكر كثير دكتوره ريهام، شكرا لكم جزيلا، وان شاء الله السلام الروحي لكل العائلات اللي عم تشاهد هلا، ويعم السلام بشكل عام يا رب.